السلام عليكم يا ربع الكيك. اليوم احنا في معرض السيائير منطقة في المرموم، وساحبنا ابو شنب ماخذ السيارة سوزاكي. خلونا نسأل ابو شنب كيف الحال؟ اقول لك شو عيب في السوزاكي يا اخي؟ تعال بخبرك، تعال احنا ابو السيارة حد ياخذ مرسيدس سيارة اشتراك حق ربع الكيك. ايه سيارة حق ربع الكيك، سيارة يعني اوكي. يعني الحين خلاص انت بتسوي في هذا يعني؟ ايه 60,000 اشتريت. 60,000 ماخذ سيارة ب 60,000. ونعم فيك يا ابو شنب. افتح من ريال شنب ما شاء الله. اقول لك شو رايك؟ فنان والله.